في لقاء سابق جمعنا مع الرئيس التنفيذي لأدمى العاملة السيد علي الجروان تحدث عن الدور المستقبلي الذي ستلعبه أدمى العاملة في توفير النفط والغاز لإمارة أبوظبي، خاصة في ضوء اقتراب موعد انتهاء امتياز أدمى العاملة عام 2018. كما تحدث الجروان عن التحديات التي تواجهها شركات النفط والغاز العاملة في منطقة الخليج. لنستمع إلى ما قاله. أدمى طبعا شركة مشغلة، نحن نتبع الشركة الوطنية، شركة بترول أبوظبي الوطنية، ومن ضمن هاي المنظومة ففي تعاون مشترك بين أدمى كمنتجة أو يعني نطاق عملنا وإنتاج البترول والغاز، وبالتعاون مع الشركات الأخرى من ضمن مجموعة شركات أدنوك لاستغلال الغاز، يعني في المشروع المشترك اللي هو نسميه احنا المشروع الغاز المتكامل المشترك بين شركة أدمى كمنتج وشركة أدغاز وشركة غازكو في الأونشور، يعني بيكون في نوع من البعث أو مشاركة إنتاج المناطق البحرية من أبوظبي إلى المناطق البرية، وبيكون في تكامل في الغاز نتورك أو في شبكة استغلال الغاز. ما هي أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع أو صناعة النفط والغاز في الخليج؟ عموما يعني حين معظم شركات النفط والغاز تقوم بتوسعات كبيرة، فبيكون في نوع من التنافس على المواد الأولية، على المقاولين EPC contractors. فالحمد لله الصناعة، صناعة البترول صناعة صحية من ناحية الاقتصاد، يعني دائما طلب عالمي متزايد على استهلاك الطاقة الغاز والبترول، هذه وحده. وبعدين القوة البشرية مفروض نأهل بوتيرة متسارعة الشباب الأجيال الجديد الخريجين عشان نأهلهم أن يقومون بواجبهم في تشغيل وإدارة وصيانة هالمعدات الجديدة اللي بنحطها. فهذا شغل الشاغل في الصناعة، إذا كانت سواء كانت هذه الشركات شركات وطنية أو شركات أجنبية، يعني الهيومن ريسورسز الموارد البشرية هي من أهم التحديات. فتوظيف وتطوير وتأهيل والمحافظة على الخبرات هذه مهم جدا. في ضوء كارثة التسرب التي حدثت في خليج المكسيك قبل سنتين، هل قامت أدمى بمراجعة إجراءات السلامة على ضوء هذه الكارثة؟ نعم، هو من خصائص الصناعة البترولية دائما الاستفادة القصوى من الأخطاء أو من الحوادث عشان ما تكرر. فالحمد لله حصل نوع من يعني التواصل مع شركة بريتش بتروليوم، شركة BP مشكورة، قامت بعرض جميع المعلومات الفنية والتحاليل، وقمنا بمراجعة بعض الإرشادات أو التطبيقات الموجودة، فاستفدنا الحمد لله من هذه الحادثة. بالحديث عن التقنيات الحديثة وحماية البيئة، هل هناك استخدامات أو نية باستخدام الطاقة الشمسية في عملية استخراج النفط والغاز في الإمارات؟ الصناعة البترولية عموما دائما فيها ابتكارات وفيها تطوير، يعني نحن نستخدم في الأوفشور في المناطق البحرية السولار بانيلز كحلول مبتكرة بسبب حجمها الصغير وبسبب الطاقة الموجودة أو الطاقة المطلوبة صغيرة جدا، فممكن تلبيتها بالطاقة الشمسية. فهذه التطبيقات موجودة يعني صار لها زمان والحمد لله في حالة تطور مستمر. ما هي أهداف شركة أدمى لعام 2013؟ تحت رشادات أدنوك نحاول نوصل إلى جميع الأهداف من بروجكت مايلستون، يعني تسريع المشاريع الكبرى لتنمية تطوير البترول، وكذلك تحسين في الأداء، يعني أداء أدمى ما شاء الله متميز آخر 3 سنوات، فنبغى نحافظ على الأداء المتميز ونحاول ندفع إن شاء الله إلى الأمام أكثر. فنحاول نكون متميزين في كل شيء، يعني في الصيانة، في الأداء الهيلث والسيفتي والإنفايرمنت، المحافظة على البيئة، الحفر، فيها تقنيات كثيرة. فنحاول يعني أخذ آخر ما استجدت إليه الصناعة البترولية، المشاريع. فيعني أدمى شركة كبيرة والحمد لله من ضمن المنظومة الموجودة في حكومة أبوظبي ومجموعة شركات أدنوك عموما في تبادل المعلومات، فهذا بعد دافع آخر إلى تحسين الأداء باستمرار.